بهذه الأجواء الرائعة في ملعب لوسيل، كل شيء جاهز والكل متحمس لهذه المباراة. أنا فارس عوض من كابينة التعليق، ونحن على موعد مع لقاء مصيري كبير في ربع نهائي كأس العالم، المغرب في مواجهة البرازيل. اليوم أصحاب الأرض والترشيحات ليست في صالحهم، والكل يعطي الزوار الأفضلية للتأهل. أكيد أصحاب الأرض سيحاولون الاستفادة من عمل الأرض والجمهور لتقليل الفوارق بين الفريقين وزيادة الآمال في المباراة. سفيان بوفال بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الاستحواذ وبناء هذه المحاولة. زياش، فرصة للتقدم في المباراة. يا الله، هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى. انظر إلى الشباك، أي بداية، أي إثارة، أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة، إيجاد ثغرة في الدفاع. حكيم زياش، سفيان بوفال، حكيم زياش، تحرك اللاعبين في الخط الأمامي في المرمى. الله على الروعة، هدف آخر يوسع الفارق لهدفين، تقدم مستحق في النتيجة. انظر إلى الإعادة، انظر من أين أتى، انظر إلى هذه اللعبة الفردية، شوف المهارة، شوف الإمكانيات، شوف التقدم، شوف الانطلاق، شوف استغلال المساحات. الله على الكرة في الشباك، هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. الكرة قبل أن تشكل خطورة، يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. سفيان بوفال، دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. يتقدم للأمام، إبعاد سيء للقطة، منزلة خطيرة. تأتي الآن صافرة نهاية شوط المباراة الأول. Coming up at half time, there'll be a display from the police dog display team. So stay in your seats for that. انطلاق الشوط الثاني من المباراة، واضح من النتيجة معاناة البرازيل في شوطها الأول. هل يتحسن الوضع في هذا الشوط أم تستمر المعاناة؟ بيخلصها في هذه اللقطة. رافينيا، دانيلو يتقدم بالكرة باتجاه المرمى، تحولت فرصة تقليص الفارق. نار يا رب، يا جيسوس، الله يا جابريل. نشوف الإعادة مشاهدينا، ونشاهد كيف تعامل الفريق بانضباط كبير في هذه اللقطة. ضغط كبير من اللاعبين واستعادة للكرة ثم الاستفادة القصوى من هذا الضغط وتحويله إلى هدف. عودة المباراة ولن تشتعل أكثر بعد نجاح البرازيل في تقليص الفارق لهدف واحد. أشرف حكيمي، حكيم زياش، تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. حلو تبادل الكرات، حلو تمريرات، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة في داخل المنطقة. ضربة ركنية مشاهدينا بعد أن ارتطمت الكرة وغيرت مسارها. أوهو، فرصة خطيرة جدا، راح
وضرب الكرة براسه، لكن وين التوجيه؟ ضاعت الكرة، راحت الكرة. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. الآن 10 دقائق فقط تصنع نهاية المباراة. الآن تصل المساندة بالإسبالة. سوفيان بوفال. أوه، على التصدي من إيدسون بيكر. ردة فعل غير عادية من الحارس البرازيلي المتألق. الله على التصدي. حولها براسه في المرمى. حط الكرة حط يا لعيب يا لعيب. نشوف لقطة الهدف من جديد. كرة لعبت عرضية مميزة وإنهاء جميل بكرة رأسية في المرمى. هدف في منتهى الروعة. نتيجة الآن 3 أهداف لهدف. هدفين يستلم بين الفريقين. تدخل يبعد الكرة. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. دانيلو. تنفيذ جيد. ولا تنتهي هذه المباراة بشكل رسمي. سيتواجد الفريق في الدور القادم من هذا